بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم يا شباب. النهاردة في الفيديو ده هعلمك شوية حاجات مهمة جدا. عايزين نبدأ نشوف ازاي نضيف انفرتر من شركة شنت داخل برنامج، تمام، البي في سيستم. طبعا انا لو بدأت اصمم عندي، تمام، لما باجي اختار الانفرتر انا داخل السيستمز، تمام، بختار هنا سيلكت انفرتر، بيديني الافيلابل ناو، تمام. في عندي طبعا هنا بيدي لك اول انفرتر ولا الفيفوريتس، ولا بيدي لك بعض السنين في الانفرتر، برودكت فروم كذا، تمام. انا هختار اول انفرترز. طيب انا هنا ببدأ ادخل الاقي الشركات الموجودة، اول مانيفاكتشررز، تمام. انا هنا بلاقي اي بي بي، وبلاقي كل الشركات المصنعة للانفرتر اللي موجودة على مستوى العالم، معظمها موجود هنا عندي. انا عايز ادور على شنت باور، احنا هنا بنتكلم عن شركة شنت باور. بعد ما فتحت شنت باور هيبدأ يقول لي هنا الانفرتر اللي انا، تمام، ممكن اختاره من شركة شنت باور. زي ما احنا شايفين، تمام، في عندي في شنت باور في 1.5 كيلو وات، تمام. ده بيدي لك المينيمم فولتج والماكسيمم فولتج 150، المينيمم 405، الماكسيمم تي ال. الانفرتر ده بيشتغل 50 هرتز او 60 هرتز، بعض الدول اللي بتشتغل 50 هرتز بس، تمام، مدي لك 1.5 و50 هرتز بس. يعني انا لو موجود في مصر مثلا يبقى انا هستخدم انفرتر 1.5 50 هرتز، تمام، او لو انا مثلا موجود في السعوديه انا هستخدم 1.5 50 على 60 هرتز. في بعض الاوقات بيبقى 50 بس، في بعض الاوقات بيبقى تحت اهو زي ما انت شايف 60 هرتز فقط. فانا دلوقتي ببدأ أشوف إيه الإنفرترز المتاحة. في عندي 1.5، تمام، في عندي 2، في عندي 2.8، 3، 4، تمام، في 4.6 كيلو وات، 5 كيلو وات، 6 كيلو وات، و7 و10 و20 و23 و28 و100 كيلو وات، تمام. وفي عندي ال 100 كيلو وات طبعا ترانسفورمر أو ترانسفورمر لس، تمام. في عندي 250 و500 كيلو وات. يعني انا مثلا سي لو عايز اشوف انفرتر مثلا هنا من الانفرترز اللي موجوده، عايز اشوف انفرتر 100 كيلو، يبقى انا في عندي اختيار ان انا اختار 100 كيلو وات، تمام، ب 60 هرتز اللي هو الاختيار ده، دخلت عليه. يبقى انا هنا فتحت او اخترت الانفرتر الاوبريتنج فولتج بتاعه زي ما انت شايف من 300 ل 600 فولت. هتلاقي نفس القيمة تحت اهي، الاوبريتنج فولتج من 300 فولت ل 600 فولت، تمام. الانبوت ماكسيمم فولتج 600، الماكسيمم فولتج اللي هيدخل له من الالواح 600. الجلوبال انفرتر باور، الانفرتر ده عبارة عن 100 كيلو وات في الاي سي، يعني هو بيطلع 100 كيلو وات. لو انا عايز ابدأ ادخل في التفاصيل الخاصة بالانفرتر من شركة شينتو، ده مهم جدا، لازم تبقى عارف كل التفاصيل. هضغط هنا على اوبن اي انفرتر يا شباب، هتبدأ تدخل عليه. هتلاقي هنا في عندك المين بارامترز، المين بارامترز طبعا هنا المانيفاكتشرر اللي هو شنت باور، شنت باور مانيفاكتشرر الديت سورس، تمام، ده اتصنع في 2012، الانفرتر ده من 2012 موجود، تمام. الموديل الخاص بهذا الانفرتر سي بي اس اس سي 100 100 100 100، تمام، كي تي داش او، تمام، يو اس 480. يبقى انا هنا دلوقتي في عندي، تمام، سي بي اس، هتلاحظ معظم المودلز اولها سي بي اس، تمام. بعد كده انا اللي عندي اللي يهمني ال 100، تمام، ده انفرتر 100 كيلو. بعد كده مديني الفايل نيم، طبعا بعض الفايلز بتبقى مش موجوده، يعني انا دلوقتي هشوف مثلا انفرتر 125 كيلو، مش موجود عندي 125 كيلو، يبقى انا هدخل على موقع شنت وحمل ال OND فايل. لو انت عايز تدور عندك على الجهاز ومش عارف ملفات الخاصة بالانفرترز اللي انت حملتها قبل كده، تعمل ايه؟ تعمل استريك نجمة دوت OND، لان لازم نبقى عارفين امتدادات الملفات الخاصة بالانفرتر يا شباب، استريك دوت OND. يعني انا ممكن احط اسم الانفرتر دوت OND، يبقى امتداد الانفرتر ايه؟ OND. لو عايز تسرش او عايز ابحث في الجهاز عندي على ملفات، تمام، الخاصة بالانفرتر، هكتب استريك دوت او ان دي. لو انا مش فاكر اسم الملف هيبدأ يجيب لي كل الملفات الخاصة بالانفرترز الموجودة عندي على الجهاز. يبقى انا شفت الانفرتر من شركة شنت باور، المانيفاكتشرر اتصنع في 2012،
ده الموديل بتاعه. هتلاقي ميزه شركه شنت، هتلاقي معظم الاو ان دي فايلز تمام موجوده على السايت بتاعهم، تقدر تحملها بسهوله جدا. بعد كده بيبدا يدي لك، ده عباره عن الاوريجينال بي في سيست داتابيز، ده الداتابيز الخاص بالانفرتر الموجود داخل برنامج البي في سيست. زي ما احنا شرحنا في محاضرات سابقه، اي انفرتر بيبقى النص الاولاني منه اللي هو الانبوت الداخل ناحيه الدي سي، فبيبقى الانبوت سايد، الانبوت سايد عباره عن دي سي بيوصل على البي في فيلد، بيوصل على الالواح، الالواح بتطلع لي دي سي، فبدخل مجموعه السترنجات بعد ما اوصلهم توالي وتوازي، بعد كده باخدهم ادخلهم على الانفرتر، وبعد كده بيطلع الناحيه الثانيه من الانفرتر بيطلع عندي الاوتبوت سايد اي سي جريد اللي انا بوصله بالشبكه او بشركه الكهرباء. يبقى الانفرتر في عندي الانبوت سايد عباره عن دي سي فولتج، تمام، الاوتبوت سايد اي سي فولتج. ركز معايا لو سمحت، الدي سي فولتج زي ما شوفنا كده في الديسكريبشن السريع بيقول لك المينيمم ام بي بي ماكسيمم باور بوينت فولتج 300. يبقى الجهد، اقل جهد بيتعامل معاه الانفرتر ده 300، ما تقدرش حضرتك تقلل عن 300. الماكسيمم ام بي بي فولتج 600، ما تقدرش تزود عن 600. والابسوليوت ماكسيمم بي في فولتج اعلى جهد للالواح ممكن يدخل على الانفرتر ده اللي هو 600 تمام فولت. طبعا في عندي هنا المينيمم فولتج فروم الباور نومينال، تمام، وفي عندي الماكسيمم انبوت كارنت والنومينال ام بي بي فولتج. طبعا هنا مكتوب ان انا عندي القيم بتاعت الجهد التيار دي، تمام، مش متحدده، اللي يهمني المينيمم ام بي بي فولتج والماكسيمم ام بي بي فولتج. طبعا الباور ثري شولد بيحصل الثري شولد عند 500 وات، تمام، بيحصل عند 500 وات. طبعا هنا في الـ 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 الجزء بتاع النومينال باور، تمام، او البي في باور بيصل الى 110 كيلو وات. الماكسيمم بي في باور طبعا ده النومينال الطبيعي اللي هو انا بشتغل عليه، هتلاقي مكتوب الماكسيمم باور والماكسيمم بي في كارنت اللي هو بالامبير والكيلو وات، هتلاقي ده من ناحيه الدي سي، تمام. بعد كده هتلاقي في عندي من ناحيه الاي سي، من ناحيه الاي سي الاوتبوت سايد اي سي جريد، هتلاقي في عندي الاوتبوت سايد في عندي المونو فيزد ولا 3 فيز ولا الباي فيز. طبعا الانفرتر ده 3 فيز. التردد اللي شغال عليه هذا الانفرتر 60 هرتز، التردد اللي شغال عليه الانفرتر 60 هرتز. الجريد فولتج الجهد اللي بيشتغل عليه من ناحيه الاي سي 480 فولت، تمام. النومينال اي سي باور، الباور بتاعي النومينال 100 كيلو وات، لان انا الانفرتر بتاعي انفرتر 100 كيلو. الافشنسي الكفاءة، تمام، في حالة الماكسيموم افشنسي بتوصل ل 96.8، الايرو افشنسي عبارة عن 96. طبعا انا بستخدم الماكسيموم افشنسي، تمام، في عملية تحديد. طبعا لو انا عايز اي معلومة مش عارف او مش 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 متأكد منها، انا بضغط على علامة الاستفهام اهو، الايروبيان اور السي اي سي افشنسي، بيديني ايه الفرق بينهم، ان انا باخد السي اي سي تمام efficiency او الايرو تمام efficiency، علاقتها بالefficiency الرئيسيه من خلال ان انا اضغط على علامه الاستفهام او على تمام اف 1، هيبدا يجيب لي معلومات خاصه بالefficiency. بعد كده في عندي الefficiency curve، وده مهم جدا يا شباب. الديسكريبشن انا هنا شغال على شنت باور سي بي اس زي ما قلنا اس سي 100 كي تي، تمام. الانفرتر ده، تمام، الانفرتر ده بيبقى فيه عندي هنا الباور انبوت في حاله الدي سي بالكيلو وات، احنا قلنا 100 كيلو، هتلاقي اخر نقطه هنا عند ال 100 كيلو، طبعا الكيرف موصل لحد 120. والافشنسي اعلى افشنسي هتلاقيها تصل الى 96.1، تمام، اللي هي الجزئيه دي. يبقى ده علاقه بين الباور الدي سي والافشنسي بتاعت الانفرتر، دي الافشنسي كيرف. يبقى دايما اي انفرتر هتلاقي الباور ان بالدي سي بالكيلو وات، وهتلاقي عندك الافشنسي تمام في المحور الرأسي، فهو زي ما هو كاتب لي البيلت بروفايل فور جيفن افشنسيز ماكسيمم افشنسي 96 تمام و8 من 10 في المية. لو عايز تستفسر او عايز تسأل على اي شيء اضغط على علامة الاستفهام. بعد كده في عندي الاديشنال بارامترز، الاديشنال بارامترز دي حتة مهمة جدا هنبدأ نشرحها بالتفصيل في موضوع الانفرترز، اللي هي مالتي ام بي بي تي، هل انا بستخدم ام بي بي تي واحد ولا ماكسيمم باور بوينت تراكنج ولا مالتي ام بي بي تي، تمام. لو عايز معلومات اكتر عنها بعمل عملية سيرش. بعد كده السترينج انفرتر ويز سكريتوريز اون
الانبوتس، هل انا دلوقتي هستخدم سترينج انفرتر ولا لا، هل التقنيه اللي تصنع بيها الانفرتر ده تستخدم ترانسفورمر ولا ترانسفورمر ليس ولا نو سبيكس، مش عارف ترانسفو اللي هي ايه، ترانسفو دي الجزء بتاعنا اللي هو مختار نوع الترانسفورمر في حاله ال 100 كيلو، تمام. بعد كده الماستر وسليف، هل في خاصيه ماستر، هل هو ماستر هو هو سليف ولا هل هو ما فيش ماستر وسليف كابابيلتي، هو هنا معلم على نو ماستر وسليف كابابيلتي. الانفرتر نايت كونسامشن اللي هو النايت كونسامشن استهلاك بالليل، ما بيستهلكش، بيستهلك 0 وات، تمام. الاوكسيلري كونسامشن برضو بيبقى 0 وات. بعد كده الدي سي سويتش والايزوليشن مونيتورنج والاي سي سويتش والكلام ده كله، هل في عندي يس ولا نو ولا الخاصيه اصلا مش متاحه، ده كله بيبقى موجود في الاديشنال بارامترز. بعد كده في عندي الاوتبوت بارامترز، والحته دي مهمه جدا. الاوتبوت بارامترز هو المفروض بيطلع لي البي نورمال او بي نومينال، عباره عن 100 كيلو وات اي سي، 100 كيلو وات اي سي، نو تمبريتشر ريكوايرد اباوت البي نومينال سبيسيفايد فور ذيس انفرتر. يعني انا لو انا عايز اشوف تاثير السبيسيفيكيشن اقدر اعلم هنا واقدر اخد طبعا الجزء ده بتاع الباور فاكتور الكوزاين فاي، اقدر اشوف قيمه الكوزاين فاي بكام او بيقولها بالتان فاي. بعد كده النومينال اي سي باور، انا هل بقيس النومينال اي سي باور، بقيسها هل هي ابيرنت باور بالقدره الظاهريه بالكيلو فولت امبير ولا بقيسها بالاكتف باور. يبقى انا هنا لو بصيت هنا بلاحظ ان الاكتف باور بالكيلو وات في الانفرتر ده بتساوي الابيرنت باور، الاكتف باور بالكيلو وات بتساوي 100 والابيرنت تمام باور بالكيلو فولت امبير بتساوي 100، يعني الباور فاكتور بتاعه المفروض بيكون بواحد. وبالتالي انا هشوف الماكسيمم اي سي باور، تمام، لو انا عايز اشوف تاثير التمبريتشر، تمام، ان انا لما يحصل عندي اوفر باور ببدا اعلم على الجزئيه دي، او بيبقى هو عندي تاثير الهاي تمبريتشر ليميتيشن يبدا يخلي تاثير درجه الحراره بتعمل ديجراديشن او بتعمل تخفيض للكيرف. يعني الكيرف كان مستمر، لا والله بعد 50 هو بيقول لي او بعد 60 بيبدا الكيرف بتاع الانفرتر يحصل فيه مشاكل، والحته دي مهمه جدا نظرا لظروف الانفرترز اللي موجوده في درجات الاوتدور اللي موجوده ليها درجات حراره عاليه. الكيرف ده مهم جدا، علاقه بين التمبريتشر والباور بالكيلو فولت امبير. طبعا انا لو ما فيش هاي تمبريتشر بيبقى البي نورمال او النومينال 100 كيلو فولت امبير، اما لما باخد تاثير الهاي تمبريتشر ليميتيشن، تمام، هتلاقي عند 60 او عند 50 بدات البي نومينال بعديها يبدا الكيرف يختلف. الحته دي ان شاء الله نعمل عنها محاضره كامله، علاقه التمبريتشر مع الباور اوتبوت اللي بتطلع من الانفرتر. بعد كده بنتكلم عن السايزز والتكنولوجي. طبعا التكنولوجي المستخدمه في الانفرترز الخاصه بشركه شينت من افضل التكنولوجيز اللي هي بتستخدم الاي جي بي تي. في محاضرات موجوده عندي على اليوتيوب بتتكلم عن انواع الترانزستورز، تمام، بتكلم عن الاي جي بي تي او الايزوليتد جيت، تمام، وهتكلم عن الموسفت ترانزستور، بتكلم عن كل الاشكال اللي احنا بنقدر نصنع بيها الانفرترز كالكترونكس او كتكنولوجي خاصه بالالكترونكس، هل هو ترانسفورمر ولا ترانسفورمر ليس، الكلام ده كله. درجات الحمايه في الحراره اهو من سالب 20 لحد موجب 60، ماشي بالنيما ستاندرد 3 ار، الاوتبوت تمام انستيبل، في عنده الكنترول شاشات ال سي دي، وهنبدا نشوف الكلام ده كله بالتفصيل على فيديو عملي على هذا الانفرتر ال 100 كيلو ان شاء الله في المحاضرات الجايه. هنا بيتكلم عن السايز، بيديني الويدز اللي هو العرض الخاص بالانفرتر، والديبس اللي هو التخانه، والهايت اللي هو الارتفاع، وزن الانفرتر تمام 900 كيلو جرام، مهم جدا مهم جدا يا شباب تبقى انت عارف تمام وزن كل انفرتر عشان لما بتيجي تعمل قصه التحميل والكلام ده بتبقى موجوده عندك. بعد كده الاوبريتنج كونديشنز والبيهيفور ات الليميتس، طبعا هنا البيهيفور ات البي نومينال تمام بتبقى ليميتيشن، والبيهيفور ات البي مينيمم على البي ماكسيمم ليميتيشن، والاوبريتنج مود هو شغال ب ماكسيمم باور بوينت تراكنج ام بي بي تي. بعد كده في عندي الكوميرشال داتا، طبعا ده يقول لك المانيفاكتشر موجود على الموقع بتاع شركه شينت باور، شينت باور تمام، والانفرتر ده موجود من 2012. وكده احنا شفنا الخصائص الرئيسية لإنفرتر شنت تمام 100 كيلو، وإن شاء الله أشوفكم في الشرح التفصيلي للإنفرتر العملي على الإنفرتر نفسه، وإزاي نقدر نعمل له برمجة ونقدر نعمل له سيتنج ونظبط الشغل ده كله داخل الإنفرتر.
أشوفكم في فيديوهات تانية كتير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.